معي مباشرة على الهاتف محامي عائلة الفنانة نانسي عجرم الأستاذ جابي جرمانوس ليرد على ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ومن خلالها تحول من كان قد يكون سارقا وقاتلا إلى ضحية، وتحول من كان بصدد الدفاع عن نفسه وعن عائلته وعن أولاده إلى قاتل. أستاذ جابي مساء الخير. مساء الخير أستاذ طوني لك وللمشاهدين. بس بدي منك تعليق ورد على ما ورد. أنا شلت كثير بالمونتاج كلام خصوصا للوالدي، وجهت كلام للفنانة نانسي عجرم، بس أعتقد أنه هذا الكلام ما بيطلع على الهواء، لأنه هي بتعتبر حالها أم محروقة على ابنها، محروق قلبها على ابنها، اللي ترفض رفضا تاما أنه يكون سارق أو مجرم أو صاحب سوابق، وكانت بتعتبر أنه بكل الأحوال كان في يتم تفادي قتله، يعني أنه في ألف طريقة كان غير قتله بهذه الطريقة. بدي منك بس توضيح لما ورد بالنقاط. خلينا نبلش بالنقطة الأولى، هل بالفعل كان هذا الشاب يعمل لدى منزل نانسي عجرم؟ يعني أنا عفوا عم بقول نانسي عجرم مش دكتور فادي، ولكن لأنه كفناني كاسم معروف ومشهور بالعالم العربي دائما بنحكي فيه. هل كان يعمل لديهم وتحديدا عند شخص يعمل بالحديقة عندهم؟ أستاذ طون نحن نأكد أنه لم يكن يعمل، وحتى ما في معرفة بهالشخص. يعني لا عمل، وحتى ما في أي معرفة يعني نحن تفاجأنا بس انكشف عن اسمه وانكشف عن هويته بعد الحادث. ما في أي معرفة لا من قبل جهة الموكلة ولا حتى من قبل العمال يلي هن بيشتغلوا بالفيلا. نعم. وانتم ما بتعرفوه نهائيا ولا حدا من العمال نهائيا؟ طيب كيف قدر فات؟ يعني الكل عم يسألوا انه فيلا فيها اثنين او ثلاث اشخاص مناوبين موجودين، فيها اجهزة انذار، فيها كاميرات، كيف بيقدر شخص بهذه السهولة انه يدخل بسلاحه او لو حامل سلاح خلبي انه يقدر يدخل ويهدد الناس ببيوتها؟ وبعدين كان في توقف كتير ناس عند استاذ فادي، يعني كان عم بيقول له استاذ فادي وبدي شوف الست نانسي، يعني وكأنه في معرفة شخصية بيناتهم، ومش يعني حدا داخل على البيت كأول مرة. هذا ما يعلق عليه المغردون على وسائل التواصل الاجتماعي. استاذ طوني احنا نسأل سؤال هون، يلي بدي فوت يسرق بيت ما انه عارف عباد مين فايت؟ يوم دكتور فادي أما الفنانة نانسي عجرة معروف بيتهم، معروف الفيلا يلي هن بيسكنوا فيها. نعم. بعدين نحن ثائب انه هالبيت مجهز بكاميرات وتم تسجيل كل لحظة بلحظتها، كيفية تنقل السارق من ناحية دخوله الحديقة وبقائه بالحديقة لفترة لحين ما غادروا الضيوف من المنزل، قبل ما يتشغل جهاز الإنذار فات على البيت، كان مقنع، كان بيحط بإيديه قفازات. هالأمور هي مثبتة بالفيديو يلي هو صار بالملف القضائي. يعني احنا عم نحكيه وكل شيء مثبت، ما في أي شيء خارج عن نطاق يلي عطي فيه دكتور فادي إفادته. يلي حكيهم دكتور فادي هن يلي مثبتين بالتسجيل يلي صار بعهد القضاء. طيب منين برأيك طلعت هيدي الخبرية اليوم وبهيدا الشكل وتبنيها عدد كبير من كبار فناني سوريا؟ يعني اليوم لما نحكي ببسام كوسا، لما نحكي بفنانين كبار نقلوا على صفحاتهم هيدا الموضوع، انه ليش صار في هذه الحملة واظهار وكأنه هذا الشخص يعمل عند عائلة نانسي وله مستحقات مش منهم، من احد الاشخاص. ليه برأيك صار هيك اليوم؟ يا استاذ طوني احنا بنحط حالنا محل هالعيلة. شخص بيوعى بالليل يلاقي شخص غريب مقنع داخل بيته. اظهر الفيلم التسجيل انه الدكتور فادي ما كان معه سلاح، بالعكس قال له هالمصريات اللي معي خدهم. لحين ما وصلوا
الاشخاص يلي هن بيتولوا مهام هن طور بالبيت والبستاني. نعم. بهاللحظه هيدي يلي هي مثبته بالتسجيل ثواني صغيره بيتوجه على غرفه الاولاد، وهذا الشيء موجود موثق. فالبي عم بيشوف شخص حامل سلاح، ودكتور فادي هو حكيم منه خبير عسكري. نعم. يعرف اذا الفرد بلاستيك او فرد خلبي او فرد شو نوعه. هيدا بي بيشوف اولاده عم بيتعرضوا لمحاوله ايذاء، لمحاوله قتل. نحن ما كنا امام سريه، نحن كنا امام بي عم بيشوف محاوله قتل لاولاده. هيدا ابسط الحقوق يلي بيمارسها اي شخص للدفاع عن عائلته. طيب هلا سبب، بتعرف حضرتك في محلات في ناس بدها تصطاد دماء العكر، خاصه انه البيت هو بيت نانسي عجرم، يمكن في ناس. لماذا لا يزال دكتور فادي موقوفا حتى اللحظه اذا كانت كل هذه التفاصيل والمعطيات والافلام هالقد ظاهره وواضحه وهي تدل انه كان بحاله دفاع عن النفس، لماذا لا يزال حتى الساعه موقوفا؟ استاذ صوني احنا رهنا على حكمه القضاء. نعم. في ملف عم يتحقق فيه. في نقطة حكيوا عنها أهل الضحية هلا، إنه في طلقات عدة طلقات. في 16 طلقة عم بيقولوا، بين 10 ل 16 طلقة بجسد القتيل، صحيح الكلام؟ صح صح هالشيء مضبوط. وليه كثرة الطلقات؟ أنا عم لك لو دكتور فادي كان معه 100 طلقة كان رح يطلق. كان أوصهم تحت ال بحالة عصبية. نعم. بنحكي واقع. شخص بحالة عصبية، بحالة انهيار، إذا معه 100 طلقة حيطلقهم. منه شخص عم تحكي عسكري بمهمة عسكرية نفذها وفقا لمعايير محددة. هيدا بي يا جماعة، هيدا بي شايف شخص حامل فرد متوجع على أوضة بنته، شو بده يعمل؟ صحيح. يعني عيب، يعني في محلات استثنوني اسمح لي أنا وجه نداء. نحن التجأنا للقضاء. دكتور فادي راح سلم حاله القضاء وأعطي إفادته وأبرز ما لديه. يتفضل القضاء ينصف. نحن متحملين بقائه بالحبس، تكون واضحين. لانه هو بحال دفاع مشروع. ما بدها القصه مزايده او استغلال اعلامي، نحن نتمنى على الكل مثل ما نحن ارتضينا نحتكم من القضاء ينظر القضاء. نعم. انا بدي اتشكرك استاذ جابي.